شكل تأسيس الدولة السعودية الأولى نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزيرة العربية، حيث تجذر الكيان ليرثي دعائم متينة ومبادئ عظيمة راسخة ورؤية واضحة. العلم والنخلة والصقر والخيل والسوق خمسة عناصر جوهرية تعكس تناغما تراثيا حي، وأنماط مستمرة هي رموز شعار يوم التأسيس. العلم رمز للوحدة والانتماء والوطنية، ترفع الأعلام في المعارك والمحافل الرسمية لرفع روح الوطنية والانتماء للمحاربين. والعلم السعودي الحالي هو امتداد لعلم الدولة السعودية الأولى. ضربت النخلة جذورها في أرض الدولة السعودية واحتلت مكانة مرموقة، واستطاعت أن تكون جزء أساسي من الهوية والثقافة والتراث السعودي. اشتهرت الدولة السعودية الأولى بأسواقها العامرة، وكان كثير من المواطنين يعملون في مهنة التجارة، وكان نمط الأسواق على شكل دكاكين تصطف في الشوارع الواسعة، ونتج عن ذلك تمتع الناس في الدرعية بحياة اقتصادية جيدة. تعد رياضة الصيد بالصقور من الرياضات والهوايات الشهيرة في مجتمع الجزيرة العربية، وهي أحد أصناف علم البيزرة المعروف في تراثنا العربي، وقد طوع الإنسان الجوارح من أجل الصيد. الخيل العربي له علاقة ذات جذور عميقة منذ القدم، حيث المهد الأول للخيل في الجزيرة العربية، كما أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثة بالمملكة، وقد ارتبط حضور الخيل والفروسية بتاريخ الجزيرة العربية. واستلهم خط الشعار من نمط الخط التاريخي الذي كتبت به أحد المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة السعودية الأولى، معان عظيمة ودلالات راسخة حملتها، تحمل معانيها جزء من لحظة الاعتزاز والاحتفاء بتاريخنا العريق. للقناة السعودية بشرى العاهلي.